ازيكم يا حلوين، وحشوني جدا جدا جدا. اخبارنا ايه النهارده؟ يا ترى ذاكرنا الحروف اللي فاتت ولا ما ذاكرناهاش؟ معانا النهارده حرف جديد، حرف القاف. حرف القاف، حرف القاف صوته ق ق ق. صوت حرف القاف ق ق. حرف القاف حرف قوي، حرف القاف حرف قوي، لازم نقول صوته بقوه ق ق ق، ما نقولش ك ك ك، لا ق ق ق، حرف قوي. تاني حاجه عايزين نقولها النهارده، يلا نشوف حرف القاف بيتكتب ازاي. حرف القاف شرطه مايله نص دايره تنزل تحت السطر وتطلع تاني وفوق راسها نقطه تانيه. تاني حرف القاف شرطه مايله نص دايره تنزل تحت السطر وتطلع تاني وفوق راسها نقطه تانيه. تاني حرف القاف شرطه مايله نص دايره تنزل تحت السطر وتطلع تاني وفوق راسها نقطتين. تاني نص دايره شرطه مايله نص دايره تنزل تحت السطر وتطلع تاني فوق راسها نقطتين. يلا بينا نشوف مين هم صحاب حرف القاف. صحاب حرف القاف دلوقتي يلا بينا يا اصحابي نشوف اصحاب حرف القاف. قطار، طبعا كلنا عارفين القطار اللي بنسافر فيه. قصر، قصر، قصر اللي بيعيش فيه الملك والملكه او الامير والاميره. قرد، قرد، طبعا يا اصحابي عارفين القرد بياكل ايه؟ بياكل موز وبيعيش في حديقه الحيوان. قلم، قلم، قلم اللي احنا بنكتب فيه في الكتاب بتاعنا. قطه، قطه، نيو نيو، قطه. يلا بينا يا اصحابي نشوف هنكتب ايه مع ماما في البيت. هنكتب حرف القاف، ما ننساش شرطه مايله نص دايره تنزل تحت السطر وتطلع تاني فوق راسها نقطتين. وهنلون حرف القاف. هنا اختر الصورة المناسبة للحرف. هنا حرف القاف بيدور هنا على أصحابه، في هنا أناناس وفي قطة. أناناس، لا أنا ما سمعتش فيه صوت حرف القاف. قطة، قطة، أنا هنا سمعت صوت حرف القاف، يبقى نعمل هنا دائرة. هنعمل هنا دائرة. حرف ايه؟ فاكرين خدناه المرة اللي فاتت، حرف الفاء. في هنا بنت وفي هنا فراولة، فين صوت حرف الفاء هنا؟ بنت، ب ب بنت، لا مفيش هنا، أنا ما سمعتش هنا صوت حرف الفاء. فراولة، فراولة، فعلا ده في هنا صوت حرف الفاء، يبقى نعمل هنا دايرة. عين، عين، في هنا مين من اصحابه؟ في هنا عصفور وفي هنا تفاح. ت ت تفاح، لا ما فيهاش صوت حرف العين. عصفور، ع ع عصفور، في هنا صوت حرف العين، نعمل هنا دائره. الصور التي تبدأ بحرف القاف، ودي صفحة 30 وهتبقى واجب مع ماما. هنلون هنا، هنشوف في هنا انهي صور اللي بتبتدي بحرف القاف. عندنا قطار وعندنا قلم وعندنا قطة وعندنا ساعة. يا ترى في هنا مين من صحاب حرف القاف؟ هو ده اللي هنلونه. يبقى يلا يا اصحابي نفتكر تاني حرف القاف. حرف القاف صوته ق ق ق. طريقة كتابة حرف القاف شرطة مايلة نص دايرة تنزل تحت السطر وتطلع تاني فوق راسها نقطتين. وما ننساش أصحاب حرف القاف، قرد، قلم، قصر، قطار، قطة. وبكده يا أصحابي
واشوفكم ان شاء الله في مره تانية بحرف جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.